كيف؟ اهو جاي برايفت اهو خليه هنا كده يلا هجيب لك ال شوف 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 موزه موزه تذوب في الفم هذه الفتمنه المصريه شايف؟ تقول لي عصيده ولا بسيطه؟ اجيب ايه سلطه؟ لا تندم يا ابو مسفر ها؟ هو ورينه اسمه ايه؟ ابو مسفر هتندم يا ابو مسفر هتندم هنا الاكل بيور البيور 100 100 صحه وعافيه شباب هذا مو اعلان الاصدقاء والحبايب حريف المشاوي اكل مصري في مخرج 17 اتوقع شارع هارون الرشيد صراحه جيناه وانبسطنا واكلنا اكل حلو جربوا ما يمنع هذا ليس اعلان كل حبايب ابو عبد الله على راسنا من فوق واي حد ان شاء الله هينورنا من طرف ابو عبد الله هنعمل له خصم وهننزل له اطباق خاصه على المحل تنورنا يا باشا من اي مكان مش عندكم كل الاصناف عندنا عكاوي كوارع عندنا ممبار عندنا مشاوي عندنا ريش عندنا محشي عندنا مكرونه بشاميل عندنا خضار عندنا دجاج عندنا لحم مشوي ومحمر كل ما تشتهي الانفس موجود ان شاء الله ابو عبد الله اللي من طرفه على راسنا من فوق وهذا اسلام اليوم اللي عازمنا في المطعم كثر خيره جزاه خير واصابته هي اللي خلتنا نعرف المطعم على راسنا الف سلامه لك. ربنا يقومه بالسلامه ويرجع لكل حبايبه واهله بالف سلامه ان شاء الله موفقين نورتوا الدنيا نورتوا الدنيا والله احنا شكرا ان احنا نشوف الوجوه الحلوه دي تسلم يا باشا